بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. would like to talk in this lecture number 9 about the topic of control of international operations، طرق المراقبة والضبط العمليات التشغيلية في بيئة الأعمال الدولية. The learning objectives of this chapter, we are going to know what the purpose and functions of the control process. هنتعرف على أغراض ووظائف عملية المراقبة والضبط، and to clarify the control mechanism. وأيضا نتعرف على الآليات التي نستخدمها لإجراء عمليات الرقابة، and control approaches، ونشوف المنهجيات المختلفة لعمليات الرقابة، و also to discuss the cultural aspects of MNC control of multinational controls multinational company control. نتعرف على الجوانب الثقافية المتعلقة باختلافات الثقافية فيما يتعلق بارتباطها بعملية الرقابة، and also to see the additional control problems of MNCs. وسوف نستعرض أيضا بعض المشاكل الإضافية المتعلقة بعمليات الرقابة للشركات العالمية متعددة الجنسيات، the ownership and host government involvement. وأيضا نلمح بعض الأشياء المتعلقة بعمليات الملكية ومدى تدخل الحكومات المستضيفة للاستثمارات الأجنبية. In this from the introduction side for this chapter, no organization can accomplish its goal without proper control. The imperative of organization control is heightened when firms across national borders and expand into unfamiliar foreign markets. ليست هنالك شركة أو مؤسسة يمكن أن تحقق أهدافها الموضوعة والمخطط لها دون أن تكون هنالك وسائل لعمليات الرقابة لمعرفة ما هو الأهداف، ما هي الأهداف التي تم تحقيقها وما هي الأهداف التي لم تتحقق، وأصبح من الإلزام بمكان إنه organizational control عمليات الرقابة فيما يتعلق بالمؤسسات، خاصة عندما المؤسسات تصبح شركات عابرة للقارات أو عابرة للحدود، وعندما تتمدد إلى أسواق خارجية تختلف عن الأسواق الداخلية التي اعتادت في التعامل فيها. During the 1980s, many developing countries experienced financial crisis. في 1980 معظم الدول النامية شهدت أزمات مالية. Most of them were forced to block the transfer of hard currencies. ومما اضطر العديد من هذه المؤسسات إنها تجبر إنها لا تتمكن من تحويل العملات أو الأجنبية أو الهارد كرنسي النقد الأجنبي إلى خارج أبرود، خارج الدولة التي يتم فيها الاستثمار. Multinational companies operating in these nations were unable to repatriate earnings or assets. وبالتالي معظم الشركات المتعددة الجنسيات التي تعمل في دول مختلفة أصبحت غير قادرة على أن تستعيد الإيرادات أو الرساميل أموالها أو أصولها التي قد استخدمتها في هذه الدول. In effect, the MNC's control of these funds and indirectly a partial control of their business was subject to host government policies. وبالتالي أصبحت هذه الشركات المتعددة الجنسيات متأثرة بعملية الرقابة على هذه الأموال، وبالتالي بطريقة غير مباشرة أصبح هنالك partial control
هنالك أصبح الرقابة، وأصبح هنالك قدر من التحكم على عملياتها، وذلك من خلال السياسات الحكومية التي فرضت عليها من قبل الدولة المستضيفة لهذه الشركات العالمية. Some firms use unique methods to move product funds abroad. Columbia Pictures, for example, filmed movie in Kenya to use up blocks funds generated by its parent company. هناك بعض المؤسسات استخدمت طرق نادرة حتى إنها تستطيع أن تحرك هذه البلوك فانس، هذه المبالغ المحجوزة، يعني وتتحصل عليها بطرق أخرى، وتحاول أنها تنقلها خارج الدولة. فمنها نجد مثلا كولومبيا بيكتشرز، دي احدى من الشركات اللي بتشتغل في الميديا. مثال فيلم اموفي، يعني انتجت فيلم في كينيا تيوز اب بلوكس فانس جنريتد باي ايست بيرن كمباني، انتجت فيلم عشان انتو تحاول انه تستخدم من خلاله انها تستفيد من الاموال المحجوزة دي التي يعني ولدت من خلال الشركة الأم البيرنس كمباني. في مثال آخر اللي هي مثلا شركة كوكا كولا in Tanzania. Another firm found a creative way to spend money blocked in the country. For a while it booked all its airline tickets for all destinations in or out of Tanzania at Dar es Salaam. شركة كوكا كولا في تنزانيا واحدة من المؤسسات اللي هي أيضا استخدمت طريقة أخرى مبتكرة حتى إنها تسبند، إنها تقدر تنفق هذه الأموال المحجوزة، وذلك من خلال إقامة بعمل حجزت كل التيكتس، كل التذاكر بتاعت الطيران في كل الديستينيشن، كل محطات الوصول والمقادرة داخل وخارج تنزانيا في العاصمة دار السلام اللي هي كابيتال أوف تنزانيا. The blocking of funds is only way to host government interview with the normal business operation of MNCs. وعملية الحجز هذه الأموال أو منع الشركات من أنها تتصرف في الأموال الخاصة بها، دي واحدة من طرق التدخل بالنسبة للحكومات في الأعمال البيزنس لهذه الشركات. وبالتالي often MNCs lose some control over their foreign subsidiaries due to host government's demands. وبالتالي أصبحت هذه الشركات خاضعة للكنترول لبعض فقدت بعض الكنترول ونتيجة لهذه السياسات الحكومية، وأصبح هنالك تأثير سالب عليها. The effective management of an organization among other factors depend on securing continuous and sufficient progress to our goals. وأي إدارة فعالة لأي مؤسسة من ضمن عناصر أخرى بتعتمد اعتماد أساسي إنه to secure continuous، إنه تعمل على إنه يعني تضمن استمرارية وتطور مستمر لأعمالها to our goals، لتحقيق الأهداف. So the management must determine if the organization is following the right strategies and if these strategies are being implemented correctly. فأي مؤسسة حتى تكون الإدارة بتاعتها فعالة لابد أنه تكون عندها طرق تراقب بها وتعتمد عليها لضمان أنه هذه الشركة تسير نحو الاستراتيجيات الصحيحة وتحقيق الأهداف الموضوعة، وإنه هذه الاستراتيجيات قد تم تنفيذها correctly بطريقة سليمة. The sound management also involves asking whether the organization moving in the proper direction and if the results obtained are those intended. وأيضا كذلك يجب إنه من حيث إنه الإدارة تكون sound، حتى تكون إدارة صحيح سليمة وتكون إدارة يعني طرق محترفة، يجب إنه تضمن إنه هذه المؤسسة تتحرك نحو الاتجاه الصحيح، نحو الاتجاه الذي من خلاله تضمن تحقيق النتائج، ومن خلاله تضمن تحقيق الأهداف التي وضعت، وهنالك مسار صحيح يتبع لتحقيق هذه الأهداف. Organization control could provide answer to this question. فبالتالي نجد إنه عملية
الرقابة المؤسسية يمكن أن تجيب على هذه الأسئلة، أسئلة هل نحن في الطريق الصحيح، هل المؤسسة أهدافها وفق الاستراتيجية أم لا، هل تم تطبيق الاستراتيجية بالشكل الصحيح أم لا. فليس هنالك إمكانية إنه نضمن هذه الأشياء إلا عن طريق organizational control اللي هو الرقابة المؤسسية. So the control is needed not only for detecting problems and deviation from plans but also for anticipating problems before they occur. يبقى بالتالي نحن محتاجين لعملية الرقابة ليس فقط من أجل إنه يعني تترصد الأخطاء أو تتعرف على الانحرافات الناتجة في الخطة، ولكن أيضا حتى يمكن إنه to anticipate problems، إنه تتنبأ وتتفادى حدوث المشاكل قبل وقوعها من خلال المتابعة الدقيقة ومن خلال الرصد الدقيق لفترات زمنية متقاربة. So the purpose and the function of the control process. يبقى احنا هنا اخذنا overview عن الكنترول واهميته، الرقابة نفسها. فما هي الهدف الأساسية وما هي المهام الوظيفية؟ The organization control refers to the process of monitoring and evaluating the effectiveness and efficiency of organization performance and taking corrective action when performance falls short of expectations. يبقى بالنسبة لنا ماذا نقصد بالorganization control اللي هو أصبح ضروري لأي مؤسسة حتى تضمن إنها تسير في المسار الصحيح؟ يجب أن نتعرف على التعريف. تعريف الorganization control هي عبارة عن process. كلمة process معناها هي عبارة عن steps، هي خطوات عملية تتكون من عدة خطوات، تبدأ بالmonitoring عملية الرقابة، وعملية evaluating عملية تقييم، رقابة والتقييم لماذا؟ للeffectiveness، للفعالية بتاعت الخطة، للefficiency كفاءة الأداء التنظيمي organization performance والفعالية بتاعت الأداء التنظيمي. وبعد كده نأخذ الإجراءات التصحيحية take corrective actions when performance falls short of expectation، عندما نجد إنه هنالك الأداء أصبح فيه انخفاض عن الشيء المتوقع، يبقى بالتالي هنا في deviation، في انحراف، يجب إنه نتخذ عليه الcorrective action أو الإجراء التصحيحي. هنالك بناء على هذا التعريف there are four major components in control system. هنالك أربع عناصر أساسية بتكون لنا النظام بتاع الكنترول، نظام الرقابة نفسها. هذه الأربع أشياء الأساسية. The first، يجب إنه نبدأ spell out the intended results and establish the standards against which organization activities and accomplishment can be measured. أولا يجب علينا أن نوضح ما هي الأهداف أو النتائج التي نرغب في الحصول عليها. ثانيا يجب إنه to establish standards، يجب إنه نضع معايير ومقاييس دقيقة نقيس عليها النتائج، تمام، ونحدد ما هي الأنشطة التي نرغب في تحقيقها والتي يمكن أن تقاس. يبقى نحن نضع المعايير والمقاييس، سواء مثلا معدل الأداء، معدل الإنتاج، كمية الإنتاج، ساعات العمل، كل هذه المقاييس نضعها، ونضع في الصيد الآخر الـ intended results، النتائج التي نرغب في تحقيقها. نرغب في زيادة الحصة السوقية ب 15%، نرغب في زيادة المبيعات ب 10%، نرغب في تخفيض معدل دوران العمالة ب 2% 3%. هذه عبارة عن intended results، هذه نتائج نرغب في تحقيقها. ولكن ما هي الستاندرز، ما هي المقاييس التي نقيس عليها، اللي هي بنقول عليها key performance indicators، هي مؤشرات قياس. دي الخطوات الأولى. الخطوة الثانية the second، monitor and collect information on organization activities that aim to goal accomplishment. الخطوة الثانية إنه نقوم نجمع المعلومات، تمام، عن الأنشطة التنظيمية، ونعمل monitoring، نعمل رقابة مستمرة للأهداف التي نرغب في تحقيقها. طيب الخطوة الثالثة نعمل evaluate، to evaluate organization performance and results for effectiveness. نجي نشوف، نعمل evaluate، نعمل بعدها مقارنة، نشوف
هل الاورجانيزيشن بيرفورمانس والريزلتس هل هي حسب الشيء المطلوب؟ هل النتائج او الاداء التنظيمي بتاعنا هل هو الشيء الذي خططنا له من حيث الفعاليه الافكتيفنس، من حيث الافيشنسي ولا لا؟ رابعا ميك نيسيسري ادجستمنت تو كوركت ديفنسز ديورينج اند افتر امبلمنتيشن اوف ذا ستراتيجي. يبقى الخطوه الرابعه احنا نقوم بعمل الادجستمنت، نعمل عمليه المعالجات اللازمه اذا كان اكتشفنا انه في ديفنسز، في اي عجوزات ديورينج اند افتر، يعني ديورينج اثناء العمليات التشغيليه اذا كان هنالك اي عجوزات، اي اشكاليات، في اي انحرافات، نعمل ادجستمنت، نعمل معالجه، يعني ما ننتظر لحد نهايه السنه، لا، نعمل المعالجات الفوريه. وان افتر، وافتر دي افتر امبلمنتيشن اوف استراتيجي، بعد نهايه الخطه الاستراتيجيه ايضا كذلك نعمل عمليه بتاعت ادجستمنت. The deficiencies could be due to shortcoming in implementation or the flaws in strategy. احيانا هذه العجز اللي بيحدث لنا قد يكون ناتج لانه في shortcoming in implementation، قد يكون هنالك في بعض النواقص في عملية التنفيذ، هنالك اشياء اشكاليات لم يتم تنفيذها بشكل سليم، او قد يكون في عيوب flaws in the strategy، نفس الاستراتيجية نفسها قد يكون في اشكالية في وضع الاستراتيجية لم توضع بالشكل الجيد. The failure of strategy could be also be related to changes in environment factors that were the basic premises of strategic plan. وقد أحيانا الفشل الاستراتيجي قد يكون متعلق بالتغيرات في العوامل الخارجية، ودي واحدة من الحاجات الأساسية جدا في الخطة الاستراتيجية. In any case, properly constructed control mechanism should provide information regarding the shortcoming. بأي حال من الأحوال نحن حتى يكون عندنا properly constructed control mechanism، عندنا آليات لعمليات الضبط والرقابة وتنشأ بشكل جيد وسليم، يجب أنه تزودنا بالمعلومات اللازمة عن shortcoming، عن العيوب والنقص. يعني إذا كان إحنا عندنا سيستم لم يكتشف لنا العيوب، لم يكتشف لنا النواقص في الخطة، يبقى دي هذه الميكانيزم ليست جيدة. فأي كنترول سيستم نحن نضعه يجب أنه الهدف الأساسي أنه يكتشف لنا العيوب حتى نقوم بإجراء التصحيح اللازم. طيب ما هي الكنترول ميكانيزم؟ الكنترول ميكانيكس سفر الكنترول ميكانيزم كان بي يوزد individually or in combination of in integration. عندنا وسائل كثيرة لعمليات الرقابة، هذه الوسائل قد يمكن أن تستخدم بشكل منفرد أو قد تستخدم in combination، يعني بشكل مشترك مع بعض، يعني ما شرط أنه تكون عندنا وسيلة آلية واحدة، لكن ممكن نستخدم عدد وسائل متعددة لعملية واحدة أيضا. ف they are some very formal such as very reports from lower levels of the organization hierarchy to higher levels. في بعض التقارير اللي بنقول عليها فري فورمال اللي هي بشكل رسمي، دي التقارير اللي بترفع من المستويات الدنيا من المؤسسة إلى المستويات العليا. Others as informal، وفي تقارير أخرى بنقول عليها informal اللي هي ليست تقارير بالصورة الرسمية، such as socializations and acceleration which instill organization values in members and create uniformity in decision and actions. ايضا هناك بعض الوسائل الاخرى بنقولها انفورمال اللي هي بطريقه غير رسميه، اللي هي من خلال الترابط الاجتماعي داخل المؤسسه، من خلال عمليه التثاقف الاكتريشنز اللي هي عمليه تبادل الثقافات فيما بين الافراد في المؤسسه، اللي هو من خلاله بيتم غرس القيم المؤسسيه داخل الافراد، مما يخلق يعني وحده يونيفيرميتي، يكون في توحد توحيد لعمليات اتخاذ القرار وعمليات التصرفات وكده. فدي واحدة من الحاجات اللي هي بتكون بنقول على وسائل informal. يعني in the following section we review the major control mechanism. دي احنا يمكن استعرضنا الحياة العامة هي formal و informal، لكن حنجي نشوف تفاصيل الدقيقة بالنسبة لها. نجي نشوف واحدة من النماذج اللي هي بنقول على input and output controls. The input control is regarded as behavior control with where expectations
are communicated to employees in advance, then through personal supervision and self-license. They are guided and directed to reach goals. بالنسبة لنا الـ input control هي متعلق بالbehavior control اللي هي الرقابة بتاعت السلوك. دي اللي هي way expectation are communicated. يعني الأشياء اللي بتتوقع من الموظفين الـ employees مقدما من ناحية سلوكهم وكده. فمن خلال الـ personal supervision، من خلال الإشراف الشخصي، من خلال الرقابة الشخصية للأفراد وسلوكياتهم، بيتم عملية بتاعت guiding، عملية بتاعت إدارة لهم، وعملية بتاعت directing، توجيه، حتى إنه يتم تحقيق الأهداف المطلوبة أو بتعديل السلوك بتاعه. Of course بالطبع rewards and punishment are the instruments that are used to induce goal-oriented behavior modifications. It works best in small organizations. طبعا احنا عشان نقدر نعدل سلوك الافراد احنا من خلال الرقابة الشخصية ومن خلال ادوات الرقابة اللي موجودة في المؤسسة يمكن ان نعدل السلوك، لكن ما هي الاليات التي يمكن ان تساعدنا في تعديل البيهيفير نفسها لتحقيق الاهداف؟ ممكن نقول الريورس اللي هي عملية المكافآت، وعملية البونشمنت عملية الجزاءات والعقوبات، دي واحدة من الوسائل اللي بتستخدم حتى انها تحس وتعجل بعملية التعديل السلوكي. وهذه هذه الوسائل عادة ما تستخدم في المؤسسات الـ small organization، في المؤسسات الصغيرة. النوع الثاني اللي بنقول عليه output control ده is result oriented and uses impersonal measures such as the difference between the expected and final outcomes. ده ما بنقول عليه personal measure، دي مقاييس impersonal، مقاييس غير شخصية بتستخدم حتى تقيس لنا، هي دي مقاييس خاصة بقياس النتائج المتحصل عليها، فبتقيس لنا الفرق ما بين المتوقع وما بين الناتج النهائي، وبالتالي it relies on feedback information to correct deviation، وهي تعتمد اعتماد أساسي على المعلومات والتغذية الراجعة حتى تقوم بعملية تصحيح الانحرافات. So the output control works well for large organizations where the complexity and heterogeneity of activities require standard objective measure of comparison. طبعا يا جماعة المؤسسات الكبيرة بتحتاج إنه يكون عندنا standards، يكون عندنا مقاييس ومحددة ومعايير، لأنه المؤسسات الكبيرة بتكون complexity، بتكون معقدة، وبتكون heterogeneity، بتكون فيها يعني أصناف من البشر المختلفين، وأنشطة بتكون أيضا مختلفة، وفي تعقيدات كبيرة، فبتحتاج إن يكون عندنا معايير يمكن إن to measure the comparison، تقيس لنا شنو الاختلافات الناتجة من الأداء والشيء اللي كان متوقع منهم. The locus of decision making اللي هو ده مكان وموضع اتخاذ القرار نفسه. عادة usually all major strategies and critical decisions are made by top-level executives. Some organizations may allow dispersions of decision-making power for other important matters among lower-level managers. معظم القرارات الاستراتيجية والقرارات الكريتيكال الحساسة جدا عادة ما يتم اتخاذها بالtop-level executives في المستويات التنفيذية العليا. وبعض المؤسسات may allow قد تسمح بأنها يعني تشيع أو تنشر تسمح بإمكانية أنه يتم توزيع سلطة اتخاذ قرار القرار للأفراد في المستويات الدنيا lower level managers. فإحنا عندنا هنا مكانين لاتخاذ القرار أو نقطة انطلاق القرار من ناحية جغرافية، يا إما تكون centralization تكون مركزية، أو تكون decentralization اللي هو اللامركزية. The centralization of decision making is characteristic of a firm in which most decisions are made by top level managers. In centralized MNC, foreign subsidiaries have limited decision making authority and most important matters are decided by headquarters. عملية اتخاذ القرار المركزية هي طبعا عادة ما يتم اتخاذها بالمستويات الإدارية العليا، وعادة بيكون اتخاذ القرار في الشركات الأجنبية بيكون القرار مركزي في الهيد كوارترز
في المركز الرئيسي، ويكون هنالك سلطة محدودة يتم إعطائها للسبسيدريز، للشركات الفرعية في الدول المختلفة. دي واحدة من الخصائص بتاعة عملية السنترايزيشن. أما العكس the opposite is decentralization where decision making power is dispersed among more managers. هنا العملية بتاعت اللامركزية بيتم عملية بتاعت dispersed، يعني بينشروا عملية تفويض السلطات ما بين المدراء، وبالتالي دي decentralized MNCs give more autonomy to their foreign subsidiaries، وهم بالتالي بيعطوا الشركات التابعة لهم، المقر الرئيسي لهذه الشركات العالمية متعددة الجنسيات يعطي الشركات الفرعية التابعة له more autonomy، مزيد من السلطات والاستقلالية حتى انه يقدر يمارسوا البيزنس بتاعهم. communication and information flow، عملية تدفق المعلومات وعملية اتصال المعلومات فيما بينها البعض. the information collection an organization performance is the linchpin in any control system. طبعا يا جماعة نحن عملية الرقابة وعملية الكنترول لأي مؤسسة إذا لم يكن هنالك أي information لا يمكن أنك أنت تعمل عملية بتاعت كنترول، لا يمكن أنك تعمل عملية بتاعت قياس للديفيشن انحرافات، ولا يمكن أنك تعمل عملية بتاعت taking corrective action أنك تعمل إجراء تصحيحي. فبالتالي عملية الانفورميشن كوليكشن جمع المعلومات هي تعتبر جزء أساسي وحيوي في عملية لأي مؤسسة ولأي أداء أي مؤسسة، ومهم جدا لعملية الكنترول سيستم. أي مؤسسة ليست لديها انفورميشن كوليكشن بالتالي عندها خلل كبير جدا في الكنترول سيستم بتاعها في جهاز الرقابي. To assess the firm's viability and the relevance of its strategy, the very data must be collected from inside and outside the firm. وحتى انت تقدر تقيم الفيابيليتي و يعني الفائده اللي حتجنيها المؤسسه من خلال هذه المعلومات والديتا ومدى ريليفنس تعلقها بالاستراتيجيه، يجب انه تكون في فيريتي اوف ديتا، يكون عندنا بيانات مختلفه يتم جمعها from inside and outside، من داخل وخارج المؤسسه. حتى to monitor performance a variety of information is communicated between different parts of the organization. حتى نقدر انه نعمل monitoring للperformance يجب انه هذه المعلومات يتم مشاركتها ما بين الاجزاء المختلفة للمؤسسة، ودي من خلال عملية الcommunication اللي هي يكون في sender في مرسل وفي مستقبل تكون في رسالة اللي هي عبارة عن الinformation نفسها. So the strategic goals and expectations are communicated from headquarters subsidiaries. فالاستراتيجيات عندما توضع في الإدارات العليا يتم تحديد الأهداف ويتم تحديد التوقعات ويتم هذه كل أشياء يحصل لها communication، يحصل لها توصيل من الإدارات العليا إلى subsidiaries. Communication information flow range from periodic financial and operation reports to occasional face-to-face meeting communication technology. طيب احنا بالنسبه لنا عمليه التواصل وعمليه تدفق المعلومات اللي هي بتجي من المراكز الرئيسيه للشركات الفرعيه بتتراوح بترينج يعني ما بين البريوديك فاينانشال من التقارير الدوريه او من الاوبريشن ريبورتس التقارير بتاعه التشغيل او حتى الفيس تو فيس شنو ميتنج، حتى احيانا قد تصل لدرجه انه يكون في اجتماع يكون فيس تو فيس وجها لوجه. نجد انه في عملية الكوميونيكيشن يا جماعة التيجري كوميونيكيشن تكنولوجي has expanded MNC's information process capability and has resulted in movement of both centralization and decentralization. عملية التقدم التقني في مجال الاتصالات يعني وسع إمكانيات هذه الشركات، وسع إمكانياتها وقدراتها في معالجة المعلومات والنتائج من خلال الموفمنت، من خلال انها حصلت في سهولة في توصيل المعلومات وفي تحركها في اتجاه عملية السنتراليزيشن او ديسنتراليزيشن. وجود تقنية اتصالات سهلت التواصل بشكل كبير سواء فيما يتعلق بعملية المركزية او اللامركزية. نجي نشوف
عندنا بعض ال واحد من الميكانيزم نفسها اللي احنا قبل ذكرنا اتكلمنا عن الفورمال. في الفورمال ريبورت اللي هي reporting on financial and operation aspects along with local market data are essential means of subsidy control by the MNCs. التقارير الرسمية اللي هي متعلق في مجانب المالي او بجانب الاوبريشن التشغيلي فيما يتعلق ب اللوكال ماركت داتا البيانات في السوق المحلي, دي كلها جمع المعلومات التشغيلية والمالية عن السوق المحلي تعتبر واحدة من الوسائل المهمة جدا بالنسبة للشركات السبسيدري حتى انها يحصل لها كنترول من المالتي ناشونال كومبانيز. يعني الشركات الفرعية دي بتزود الشركات الام بالتقارير المالية والتقارير التشغيلية المتعلقة بشنو ببيانات السوق المحلي. Most MNC rely heavily on financial reports for control of foreign subsidiaries. عشان كده معظم الشركات العالمية بتراقب المؤسسات ال foreign subsidiaries الشركات التابعة عليها في الأجنبية من خلال هذه التقارير. فمثلا الفاينانشال داتا التقارير المالية والبيانات المالية تستخدم لمعرفة such as return of investment معدل عائد الاستثمار and inventory turnover and how comparison is necessary to provide information to the progress made in strategy implementations. معرفة معدل عائد الاستثمار, معرفة معدل دوران المخزون, ده بيساعد هذه الشركات المتعددة الجنسيات انها تعمل المقارنة مع الاندستري نورمز اللي هي بنقول عليها الأعراف تحت الصناعة نفسها والمتعارف عليه في الصناعة, ويعطي provide information بيدينا معلومات عن التطور الحادث في تنفيذ الاستراتيجية, هل نحن ماشيين في الاتجاه الصحيح أم لا. Intra-firm business transactions and corporate tax variation among host countries make the use of financial data by agencies more complex. ولكن نجد إنه تداخل العمليات الانترا بيزنس ترانزاكشن وعمليات الضرائب الكوربريت تاكس دي الاختلافات الفرييشن ما بين مؤسسه ومؤسسه في 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 معظم الدول وطرق الحساب الضريبيه نفسها بتختلف, دي بتخلق لنا بعض الكومبلكس والتعقيدات عندما نستخدم الفاينانشال داتا. Feel informal communication is used along with the formal communication to convey to members of the organization what performance expectation and to cajole them to comply with the norms. نحن هنا بالنسبة لنا هنا ال informal communication اللي هو الاتصال الغير الرسمي بيتماشى along يعني بيمشي في اتجاه واحد مع الفورمال كوميونيكيشن مع الاتصالات الرسميه في الهدف, من حيث الهدف انه تكون في انه يعني يوصل رساله لافراد المؤسسه عن ما هو متوقع منهم من الاداء, وانه تكاجول ذيم انه يحاول يحثهم ويقنعهم انه يتوافقوا ويتلائموا with the norms مع الأعراف والشيء المفترض والمطلوب منهم. Informal communications is more subtle and indirect in enforcing organization standards. يعتبر الاتصالات الغير رسمية تعتبر واحدة من الوسائل اللي هي تعتبر فيها نوع من البراعة وفيها نوع من يعني من الذكاء, وهي تتم بطريقة غير مباشرة indirect حتى إنها يعني تقوم ب enforcing للstandards, منها بتقوم بتعمل تعزيز لعملية المعايير داخل المؤسسة ودون أن تكون بشكل مباشر. فنجد some firms for example communicate dress codes to members without making a formal statement about it. فبنجد انه في بعض المؤسسات بتلزم افرادها بطريقة غير رسمية انه يلبسوا دريس كوتس, يعني يكون في زي موحد بالنسبة لهم without making formal statement, بدون ما انها تعمل بيان رسمي او قرارات رسمية حول هذا الامر, ولكن من خلال انه بتغير مباشرة بتحاول انه توصل الرسالة indirectly. دي واحدة من الحاجات اللي بنقول عليها سطل, يعني هي بارع فيها
الانفورمال كوميونيكيشن واحدة من الاهداف. حنتحدث عن الاورجنايزيشن ستراكشرز اللي هي الهيكل التنظيمي، احنا تحدثنا عنه في الجابتر السابق. increase competition and changing market condition requires timely concerted and uniform response from various organization units. فبنجد انه من خلال المنافسة المتزايدة، من خلال اوضاع السوق المتغيرة التي تتطلب انه يكون في يكون في timely، يكون في دقة، في concerted، يكون في تركيز كبير جدا، يكون في توحيد في للاستجابة من كافة وحدات المؤسسة او الشركة. يجب ان يكون كل الهياكل يكون في توحيد في اتخاذها للقرار ومدى استجابتها لمقابلة هذه العناصر. فto increase the organizational capabilities for a proper response to competition and other market forces may need to institute more central control. فبالتالي نحن حتى نزيد من مقدرات المؤسسة في انها تستجيب للمنافسة بشكل اكبر، وللمنافسة ولعناصر السوق الأخرى سواء عناصر بيئية أو عناصر قانونية أو وطفة كان، فهي بتحتاج أنها تؤسس لعملية بتاعت central control، يكون في تحكم مركزي. For example MNCs that find themselves faced with intense competition may require tighter control and concentrate their operation by restructuring. بعض المؤسسات الشركات العالمية متعددة الجنسات عندما تجد نفسها إنها في خضم منافسة عاتية جدا، فقد تتطلب إن يكون عندها تايتر كنترول، يكون عندها رقابة صارمة جدا، وقد تقوم بعملية مركزية للقرار ولأنشطتها، أو أحيانا بعملية الريستركشرين، تقوم بإعادة هيكلة للمؤسسة نفسها حتى تتمكن من الرقابة الجيدة لعملياتها. في عندنا انتجريتيف ميكانيزم اللي هي آليات متكاملة. في various integrative mechanisms are used to control and manage interdependencies among different organization units. The more common integrative mechanisms are liaison position, coordination committee, integrators and the matrix structures. يمكن احنا شفنا في الـ في الـ في الليكشر السابق. So the various integrative mechanisms are used to control and manage interdependencies among different organization units. فإحنا بالنسبة لنا الآليات المختلفة التي تتكامل فيما بعضها البعض يمكن استخدامها لعملية الرقابة الكنترول، عملية إدارة الوحدات الإدارية داخل المؤسسة التي تعتمد على بعضها البعض. The more common integrative mechanisms are liaison positions, cross units, committee, integrators, and the matrix structure. في عدد من الأشكال لعملية الآليات التكاملية لعمليات الرقابة، منها اللي هي liaison position اللي هي المواقع الدائمة أو المرتبطة بعضها البعض، في الكروس يونت كوميتي اللي هي اللجان التي تتقاطع ما بين الوحدات المختلفة، في الانتجريترز في اللي هي التكاملية الناس اللجان المتكاملة في بعضها البعض، وفي شكل الماتريكس structures اللي هو الشكل بتاع الشبكات اللي احنا يمكن شفناه. This mechanism form a continuum from simple to complex. وهذه الآليات هي بتستمر وبتستديم وبتتحول من simple to complex، من شكل معقد إلى شكل مبسط إلى شكل معقد. Moving from liaison to matrix in term of complexity. مثلا من الليزيان من الإدارات المرتبطة وملتصقة مع بعضها البعض إلى شكل الماتريكس اللي هي بتكون multi directional عندها اتجاهات متعددة، فبالتالي هنا بتكون أكثر تعقيدا. A low level of interdependence calls for the use of simple integrative mechanisms. فكل ما كانت المستويات اعتمادها على بعضها البعض منخفضة في low level levels، ده بيتطلب انه نستخدم simple integrative mechanism، يعني نستخدم آليات تكامل بسيطة مثل liaison رول اللي هو الترابط فيما بعضها البعض ويكون لصيقة. اما المور كومبلكس integrative mechanism such as matrix، لكن اذا كانت الآليات
بشكل ماتريكس شكل معقده. This is appropriate for the management and control for a high level of interdependency. ولكن اذا كانت هنالك ادارات معقده وتحتاج الى رقابه عاليه لمستويات عليا من الادارات التي تعتمد على بعضها البعض, ده قد يحتاج انه نستخدم such as matrix. Resource allocations, تخصيص الموارد, the primary relationship among various units of business organization center of economics. العلاقة الأساسية ما بين الوحدات المختلفة لأي منظمة تتمركز أساسا على الإيكونوميكس, على العمليات الاقتصادية أو ما يرتبط بالاقتصاد. The one way of exerting control is through resource allocation. واحدة من الأشياء التي يعني تساعد في عملية التي يمكن من خلالها نستخدم الريسورس اللوكيشن من خلال البذل الجهدي فيها بيساعدنا في عملية الكنترول. واحدة من الحياة الأساسية احنا عشان نخصص الموارد. So the pattern of distribution of resourcing anything that people value e.g. money, material, promotion, knowledge, technology, vacation, a large office. توزيع الموارد المختلفة سواء كانت على الأفراد, على المبالغ المالية, على الماتيريال, على الأدوات الترويج, على المعرفة, على التقنية, indicates the main parts that performance and outcome desired by the organization. By changing the allocation of resources among subsidiaries, MNCs effectively exercise control over them. فبالتالي عندما تقوم الشركات العالمية بتخصيص الموارد ما بين الشركات الفرعية التابعة لها حتى تدير عملية الرقابة بشكل جيد وتستفيد من مواردها بشكل جيد. In some of MNCs, the direction of resource flow is from the headquarters to subsidiaries. In integrated MNCs, however, the flow of resources is multidirectional. وبالتالي نجد إنه هذه يعني اتجاه تدفق الموارد يتم عادة من المركز الرئيسي إلى الشركات الفرعية. وبنلقى انه في الشركات العالمية متعددة الجنسيات الانتجريتد اللي هي متتكامل مع بعضها البعض, بالرغم من ذلك بنجد انه الفلو اوف ريسورسز تدفق الموارد بالنسبة لها مالتي دايركشن, بيتم في اتجاهات متعددة وليست في اتجاه واحد. بادجيتنج سيستم ايضا دي واحدة من النظم لرقابة وواحدة من المنهجيات. The budgeting is the allocation of resource among various organization units on the basis of the present needs, past performance, and the projection of future needs. Budgets are the standard against which actual performance can be measured. عملية مراقبة الموازنة المالية وتخصيص الموارد تعتبر واحدة يعني من الأدوات المستخدمة داخل الوحدات التنظيمية والمؤسسات لتحديد الـ present needs, الحاجيات الأساسية الحالية, الأداء في الفترة السابقة, البروجيكشن, التوقعات بالنسبة للاحتياجات المستقبلية. هذه الموازنات تعتبر ستاندرد, هي تعتبر مقاييس توضع حتى يمكن أنه يتم من خلالها قياس الأكشوال بيرفورمانس, الأداء الحقيقي الذي يمكن أن يتم قياسه من خلال عملية الموازنة. فيتم رصد مبالغ مالية وموارد تخصص لتحقيق أهداف محددة, فهي واحدة من الأدوات التي يمكن أن يقارن بها الـ actual performance, الأداء الذي تم تنفيذه حقيقة يقارن بما صرف فيه. The firm uses different budgets for monitoring important activities and functions such as the capital expenditure budget, the marketing promotion budget, and the research and development R&D budget. فبالتالي نحن توضع في موازنات للتسويق, موازنات لاستراتيجيات الترويجية, موازنات للصرف الرأسمالي, موازنات للصرف البحوث والتطوير. هذه الموازنات توضع ويتم مراقبة النتائج التي أتت من هذه الأنشطة ويتم مراقبتها بما صرف منها. فبالتالي هذه الموازنات تستخدم لمراقبة أداء هذه الأنشطة المختلفة. With budgeting system, MNCs not only monitor subsidiary activities, they also establish priorities that reflect corporate strategies. وأيضا كذلك الشركات العالمية متعددة الجنسيات لا تستخدم budgeting system فقط إنه تناغب لنا الأنشطة بتاعت الشركات التابعة سواء من ناحية التسويق أو غيره, ولكن أيضا من خلاله يمكن إنه تؤسس
وتحدد ما هي الأوليات التي تؤثر على استراتيجيات المؤسسة كشكل كلي. Increasing or decreasing the budget is an effective way to dictate the direction of subsidiary development and progress. فبالتالي انخفاض أو زيادة الموازنة ده واحدة من الـ effective way، من الطرق الفعالة اللي هي بتحدد لنا اتجاه المؤسسة، هل هي ماشية في progress في تطور، ولا هي ماشية في انخفاض. The control approaches، هنالك عندنا عدد من المنهجيات والطرق لعمليات الكنترول والرقابة. The three approach to control are the market approach, roles approach and cultural approach. عندنا الطرق، ثلاثة طرق أساسية اللي هي الماركت approach والroles approach والcultural approach. Based on the proposed that the three approach from triangular continuum along with the organization use a combination of two methods of control, input control and output control. احنا بالنسبة لنا اعتمادا على هذه الثلاثة بننظر لها بشكل triangular continuum وبنستخدمها مع combination بالاشتراك مع شنو؟ مع التو ميثودز اللي احنا ذكرناهم الطريقتين السابقة اللي هو الانبوت والاوتبوت. The three approach do not exist in pure form. يعني هي ما بتوجد بشكل يعني واضح كده. Each however may be dominant form in given organization، ولكن هي من الممارسات السائدة الموجودة في المنظمات داخل هذه الـ approach. Among these approach, three approach as we are cultural control may be needed to respond to the uncertainty and complexity of the international environment. فبنلقى انه يا جماعة بالنسبة لنا في من ضمن هذه المنهجيات اللي احنا استخدمها للرقابة في cultural control اللي هي عملية الرقابة من خلال الثقافة او الاثر الثقافي اللي احنا ممكن نحتاج له حتى يمكن نستجيب للتعقيدات اللي ممكن تواجهنا في البيئات العالمية المختلفة. نجي نشوف الشكل ده اللي هو 3 approach control اللي هو الكالتشرال والرول والماركت، ده اللي هو ممكن يأثر لنا على المؤسسة. نجي نشوف كل واحد فيهم. الماركت approach control mechanism وعبارة عن الآليات اللي بتستخدم لعملية الرقابة. Employed in market approach are external market forces. وعندما نتحدث عن الماركت بنتحدث عن العناصر الخارجية الموجودة في السوق اللي هي بتأثر لنا على أداء المؤسسة. The competition, supply and demand and contractual agreement. العناصر دي مثلا واحدة من العناصر اللي هي ممكن نقول المنافسة، عمليات العرض والطلب، الاتفاقيات التعاقدية are among the external forces that govern the relationship among organization units. An MNC uses the market approach resembles a federation of autonomous units that are free to deal with the internal or external suppliers. فبنجي انه يعني واحد من الـ انه داخل المؤسسات التي تستخدم الماركت ابروتش من اجل انه نلقى انه الماركت ابروتش ده بيشبه لنا كانما في فيدريشن، في اتحاد يعني للوحدات المختلفة وعندها اوتونوموس، عندها استقلالية وهي فري، يعني لديها الحرية انها تتعامل مع الانترنال اللي هي الوحدات الداخلية او تتعامل مع الاكسترنال سبلايرز بشكل فيه استقلالية. الاوتبوت كنترول is dominant method والاوت كنترول او اوتبوت كنترول اللي هي مقصود بها الريزلتس، النتائج اللي احنا عايزين نتحصل عليها، دي تعتبر من الطرق الرئيسية اللي موجودة في الماركت ابروتش، ودي بتشمل لنا اللي هي الترانسفير برايسنج اللي هي اسعار بتاعت التحويل نفسها او البارجينج، التفاوض، المانجمنت كومبنسيشن، الاداره التعويضيه، فالعمليات البارجينج التفاوض، عمليات زي ما قلنا التعويضات الاداره دي كلها اللي هي جزء من الاوتبوت كنترول. نجي نشوف الابروتش الثاني اللي هو الرول ابروتش. In most organizations, the role approach seems to be more feasible than other control. بالنسبة لنا الـ approach دي أو الطريقة دي، فهذه الطريقة more feasible، يعني بتكون مرئية ومحسوسة بشكل أكثر من
من الطريقة الأخرى. A role oriented organization use both input and output controls. المنهجية دي بتستخدم لنا الاثنين الـ input والـ output controls. It relies extensively on established rules and procedures. ودي يمكن بتسهل لنا بالذات هنا بتعتمد لنا على على القوانين على الإجراءات الموجودة، فعشان كده بتكون واضحة بالنسبة لنا منهجية بتاعت الكنترول دي، فبتسهل لنا في 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 البلانينج، في عملية التخطيط، في البادجيتينج، في الموازنات، في الفورمال ريبورتس التقارير الرسمية، في البرفورمانس ايفالويشن في تقييم الأداء بالنسبة للموظفين وغيرهم، في الهيراركال ستراكشرز في في الهيكل التنظيمي نفسه. فالمنهجية دي روس ويرك بيست وين جوز بوست جول incongruous and performance ambiguity are moderately high and when the environment is relatively stable. والرول ويرس والقوانين دي عادة بتستخدم عندما يكون الجول كونجرس يكون في تناقض في تناقض الأهداف والقمود قمود الأداء نفسه ما واضح، عندما يكون moderately high يعني فيه مرتفع قليلا ولكن بشكل معتدل، وعندما يكون الانفايرمنت از ريليتيفلي ستيبل عندما يكون البيئه نفسها فيها استقرار. When there is less congruence among the various goals pursued by the members, the rules oriented process improvises common ground for action and coordination. عندما يكون هنالك في يعني قله في التناغم او يكون في less congruence، يكون في انسجام، عندما يكون هنالك انسجام ما بين الاهداف المختلفه للافراد المجموعه او الشركه، يصبح هنا الرولز اورينتد كنترول سيستم النظام ده المعتمد على القوانين والاجراءات ده بيدينا كومن جراوند فور اكشن اند كوردينيشن، ده بيدينا ارضيه جيده وارضيه مشتركه للتنسيق ولاتخاذ القرارات اللازمة. فبالتالي ده يمكن العنصر أو الجزء الثالث اللي هو cultural approach، ده اللي بيعتمد على الجانب الثقافي. External roles and procedures are internalized في cultural approach، بنلقى إنه القوانين الإجراءات الخارجية are internalized، بيحصل لها إدماج داخلي، فالقوانين والإجراءات الخارجية instead of the supervisory service that is common a role oriented organization individual exercise self control and abide by cultural norms and expectations. فبدلا ما إنه الناس يستخدموا الإشراف والرقابة اللي بتكون سائدة في عمليات role oriented organizations، هنا الأفراد عادة ما يمارسوا السيلف كنترول يعني يراقبوا نفسهم بأنفسهم من خلال التزامهم بالكلتشر نورمز يعني بالعادات والتقاليد الثقافية والمتوقع من هذه العادات والتقاليد. Less time is needed to respond to feedback information and the cost of control is lower than in the case of the other two approach. فبالتالي عندما يكون هناك التزام شخصي وبالأطر والقوانين والأنظمة يصبح ليس هنالك زمنا طويلا يتم استقراقه ويحتاج لعملية الفيدباك انفورميشن للتغذية الراجعة، التكلفة تصبح مخفضة جدا عن بقية المنهجيات الأخرى اللي هي الرولز ولا الماركت ابروش. Also culture is vital factor in the globalization of the fair. نجد انه يا جماعة عمليات الثقافة زي ما ذكرنا هي عبارة عن عنصر حي جدا لأي شركة تريد أن تنطلق نحو العالمية. It facilitates the control over foreign operations. بتسهل لنا عملية إدارة الرقابة في الأنشطة الأجنبية. The most common example of the cultural approach is found in the Japanese organizations. Japanese organizations are generally more loosely organized. فالنظام الياباني او الشركات اليابانيه دي يمكن واحده من الامثله اللي هي بتطبق الكلتشرال ابروتش بشكل واضح جدا. طيب نجي نشوف في السلايس ده الكلتشرال اسبيكتس اوف ام ان سي كنترول، الاشكال الثقافيه المختلفه لعمليه الرقابه المتعلقه بالام ان سي. ذا كلتشر از ذا موست افكتيف كنترول ميكانيزم، زي ما ذكرنا انه نتحدث عن مالتي ناشونال كومبانيز، معناها شركات متعدده الجنسيات، معناها شركات متعدده الثقافات.
فبالتالي تعتبر الثقافة جزء فعال جدا في عملية الرقابة. Societies effectively manage and control their people by devising cultural controls. والمجتمعات تدير الأفراد المنضوين تحتها وتديرهم وتراقبهم من خلال إنها بتبتكر وسائل رقابية من الثقافات والعادات بتاعتها. Through the socialization process, من خلال عمليات الاجتماعية, members internalize values and norms of societies which becomes a criteria for judging behavior. الأفراد نفسهم بيحتكموا للعادات والتقاليد وبتصبح هي عبارة عن الكرايتيريا اللي بتحاكم السلوك بتاعهم. The internalized values, القيم الداخلية الموجودة داخل المجتمعات, also strong motivating forces that induce people to behave according to society's expectation. هذه القيم الداخلية اللي موجودة داخل المجتمع هي من المحفزات الأساسية للأفراد إنه يعني أن يكون سلوكهم مطابقا لما يتوقع منهم هذه المجتمعات. So the organization employ culture and socialization for control purpose too. فبالتالي المؤسسات بتستخدم الثقافة وبتستخدم العوامل الاجتماعية كواحدة من الوسائل والأغراض لعملية الرقابة أيضا. Because the MNC is operating culturally diverse environments, the challenge, however, is to build control systems that capitalize on the synergy of cultural diversity. فبالتالي الشركات معدة الجنسيات بتشتغل في بيئة culturally diverse, مختلفة ثقافيا, وبالتالي التحدي انه كيف يمكن انها تبني سيستم للرقابة وفي نفس الوقت تعمل تزامن ما بين هذه الثقافات المختلفة داخل المؤسسة نفسها. فهي تعتمد على الثقافة في كواحدة من عوامل الكنترول, ولكن هي نفسها توجد فيها عدد مختلف من الثقافة, فكيف انها تعمل سينيرجين. دي واحدة من الحاجات الأساسية. الكوربريت سوشياليزيشن could be described as a process by which members learn what behaviors and perspectives are customary and desirable in the work environment. الكوربريت سوشياليزيشن اللي هي العملية الاجتماعية اللي بتيجي داخل المؤسسة يمكن أن توصف بأنها هي process, هي العملية التي من خلالها أفراد المؤسسة بيتعلموا ما هي السلوكيات, ما هي وجهات النظر التي يعني are customary, يعني يتم الاعتياد عليها وتكون مرقوبة في بيئة العمل. Corporate socialization take place through combination of obvious and subtle means. ويمكن إنه هذه corporate socialization إنها يعني تأخذ حيز من خلال التكامل ما بين الوسائل الواضحة والوسائل فيها ابتكار. واحدة من obvious means, من الوسائل الواضحة والجلية, اللي هي job rotation management, إدارة عملية الروتيشن, التدوير الوظيفي, development programs, البرامج التطوير, and the informal company sponsors events, وعملية رعاية البرامج والفعاليات بداخل الشركة بشكل غير رسمي. Of course the corporate reward and compensation system an obvious and powerful tool for shaping behavior and promoting the association's process. أيضا كذلك عمليات نظم التعويضات ونظم المكافآت دي واحدة من الوسائل الباورفول القوية جدا اللي هي ممكن أيضا تشكل لنا من السلوكيات, وممكن إنها ترفع لنا وتعمل لنا بروموتينج, تعمل لنا رفع لمستوى العملية الاجتماعية داخل المؤسسة. For domestic firm, socialization of employees is relatively routine process. طبعا بالنسبة للمؤسسات التي تعمل في البيئة المحلية, عملية socialization ما بين الامبلويز نفسها تعتبر عملية روتينية, عملية يعني معتاد عليها بشكل, لأن الاختلافات الثقافية قليلة. The dispersed operations of MEC makes the socialization process more difficult and challenging. طبعا من خلال الانتشار الكبير للعمليات والأنشطة بتاعت الشركات معدة الجنسيات بيجعل انه عملية socialization process, عملية انه نشر العملية الجانب الاجتماعي يصبح more difficult, لانه
هنالك اختلاف في الثقافات واختلاف في الاوبريشن نفسها وبيبقى تحدي. ف the aware of challenging many MNCs use job rotation. احيانا بتستخدم معظم الشركات الMNCs بتقدر تعمل الروتيشن التدوير عشان to introduce employee early in their careers to the firm. اول ما يتم تعيين الموظفين بتعمل لهم تدوير ما بين الاقسام المختلفه للادارات حتى انه يتم التعارف بيناتهم ويتعرفوا على الكالتشر ويتعرفوا على الافراد ويتعرفوا على طريقه العمل وطريقه الحديث نفسها وما يحيط بالروب سراوند زير جلوبال ريليشن وما يحيط بالانشطه العالميه بتاعتهم. فور اكزامبل تو ديمونستريت ذات كونتراري تو امبلويز بيرسبشن انترناشونال اكسبيرينس واز نوت ا رود بلوك تو كارير ادفانسمنت. فبنجد انه مثلا هنا شركة جنرال إلكتريك to demonstrate that contrary to employees يعني حتى انه توضح انه يعني يعني مخالف او مغاير لوجهات النظر بتاعت الموظفين البرسبشن بيفتكروا انه the international experience was not roadblock to career advancement. بتحاول تشرح انه الخبرات الدولية نفسها ليست لا يعني ما بتقف حجر عصرة في عملية التطور الوظيفي. فجنرال إلكتريكس يعني حاولت انها تجدد ريفاب اتس جوب روتيشن بروجرام يعني انها كل ما فترة تانية بتجدد البرنامج بتاع تدوير الموظفين. فا ات ستارت سيندينج اتس برايتست ستارت تو فورين اساينمنتس رادر ذان ذا رن اوف ذا ميل مانجرز ات يوز تو بيك فور ذا بوست ابرود. فا يعني وقامت بتنفيذ البرامج وبدأت ترسل البرايت ستارز يعني الناس المشاهير والناس اللامعين والمدراء اللامعين لبعض أداء المهام الخارجية يعني عشان الناس ما يفتكروا إنه الانترناشنال إكسبرينس ممكن تبقى عائق في التقدم الوظيفي. نجي نشوف الإيفوليوشن أوف كوردينيشن كنترول في MECs النشأة نفسها وتطور الحاصل التطور في التنسيق في عملية الكنترول في المؤسسات العالمية. Because of the additional coordination control difficulties that MEC face, they need more sophisticated control mechanisms that are used to domestic firms. طبعا هناك اختلاف ما بين الشركات المحلية والشركات العالمية فبالتالي تصبح هنالك الشركات العالمية متعددة الجنسيات تحتاج إلى مزيد من التنسيق الإضافي لأنه فيما يتعلق بعملية التنسيق مع عمليات التحكم والرقابة الكنترول لأنه طبيعة الاختلافات بيناتهم فبتحتاج الشركات العالمية في ظل التعقيدات اللي تواجهها تصبح محتاجة لـ more sophisticated control mechanism تحتاج إلى آليات معقدة بشكل أكبر. They need to respond simultaneously to the different strategic requirements of foreign countries demands much flexibility. فهي بتتعامل مع بيئات عالمية مع مؤسسات عالمية بتتعامل في شركة في دول مختلفة ولديها مطلوبات فبتحتاج انها تقوم باستجابة سريعة جدا للاستراتيجيات المختلفة والطلبات المختلفة اللي بتنشأ في هذه الدول وبالتالي لابد انها تكون more flexibility تكون اكثر مرونة. Consequently in addition to formal means of control and coordination MECs need to rely on a wide range of informal mechanisms, including informal networks of communication, corporate culture and socialization, and career path management. فطبعا لذلك إضافة للوسائل التقليدية المعروفة في التقارير المالية وتقارير الموازنة وغيرها إلا أن نحتاج إلى مزيد من الآليات الغير رسمية الانفورمال اللي هي بتشمل لنا الشبكات الغير رسمية شبكات الاتصالات الغير رسمية حتى تقوم بعمليات الرقابة عمليات الكوربريت كلتشر عمليات انها نشر الاعتماد على الرقابة من خلال الثقافة ومن خلال المنظور الاجتماعي وايضا من خلال الكارير باس مانجمنت ادارة المسار الوظيفي دي كلها من الوسائل. فبنلقى في عدد من الانواع المختلفه اشكال اللي هي فيها المالتي ناشونال والمالتي دوميستيك. المالتي ناشونال والمالتي دوميستيك ذا كنترول اند كوردينيشن ميكانيزم اوف فيرم فوكسينج اون ذا مالتي دوميستيك ستراتيجي ار ديبندنت ابون ذا ناشونال ليفل بزنس انفايرمنتس.
عادة عمليات الرقابة والتنسيق فيما يتعلق بالآليات اللي خاصة بها، معظم المؤسسات بتركز على الاستراتيجيات بتاعت المالتي دوميستيك اللي هي الشركات المحلية المتعددة اللي هي بتعتمد أساسا على النشر الليفل بيزنس انفيرمنت، على بيئة الأعمال المحلية وعلى القومية والوطنيين الموجودين في المؤسسة أو في البلد. These business environments affecting international business activities including nationalities, sentiments, protectionist barriers and communications and transportation difficulties. فبنجد في مثل هذه البيئة these business environments بال international business activities الأنشطة بتاعت الأعمال الدولية بتتأثر لنا بالإشكاليات المتعلقة بالقوميات نفسها، بالمشاعر بتاعت الجنسيات والقوميات نفسها، متعلق بالبوتنشيال بيريس اللي هي العوائق بتاعت الحماية، متعلق بالصعوبات فيما يتعلق بمجال الاتصالات ومعال وسائل النقل. Global because of more favorable economics and political environments such as market liberalization regulation, advancement in production technologies, increased economies of scale and decreased transportation and communication costs, and favor of most more so translates in production and marketing activities. عالميا بنجد انه معظم المفضل بشكل جيد بالنسبة للبيئات الاقتصادية والبيئات السياسية اللي هو يكون market liberalization اللي هو تحرير السوق، وانه يتم العرض والبيع بشكل محرر ودون تحديد للأسعار. فيفضل الادفاسمنت ان برودكشن تكنولوجيز، وكل ما حصل تطور وزيادة وتقدم في عمليات التقنيات الانتاجية في وفرات الاقتصادية في تقليل تكاليف وسائل النقل والاتصالات، تصبح المؤسسات أكثر مركزية في عمليات الانتاج وعمليات الأنشطة التسويقية ده من ناحية عالمية، طالما إن هنالك تطور في مجال الاتصالات ومجال البرودكشن تكنولوجيز. نجي نشوف الترانزناشنال because of increased global competition and radically changing global business environment, the need to flexible manage subsidiaries or business use has become more significant. The current requirements to centralize and decentralize inter-organization control and coordination has increased. في ظل خدام إحنا زي ما قلنا في منافسة عالمية عالية، وفي radically changing global business، وهنالك تغيير جذري كبير جدا في بيئة الأعمال الدولية، أصبح هنالك من الحوجة بمكان إن تكون في مرونة في إدارة الشركات التابعة لهذه الشركات العالمية، وأصبح من الأهمية بمكان أن تكون هنالك مرونة، وهنالك متطلبات إنه to centralize and decentralize inter-organization control and coordination has increased. وبالتالي أصبح هنالك حوجة لتنفيذ عدد من الوسائل لعمليات التنسيق ولعمليات الرقابة، سواء بآلية مركزية أو غير مركزية. فالتكنولوجيكال ديفلوبمنتس التطور التقني انعكس has resulted in globalization and standardization of business and competition in many standards. وكل ما زاد التطور التقني وبالتالي انعكس في عمليات العولمة، أصبح هنالك حوجة لوضع standardization مقاييس ومعايير للبيزنس، وأصبحت المنافسة في المؤسسات على مختلف الصناعات بشكل كبير جدا. وبالتالي نحن ممكن نتكلم عن transnational، نتكلم على global competition منافسة عالية، لأنه transnational معناها عبر للحدود، عبر للقارات عالمية، يبقى هنالك تطور تقني بيأثر لنا بشكل كبير جدا، محتاج لأن يكون عندنا standard واضح بشكل جدي ومحدد. Additional control problems of MNCs. زي ما قلنا إنه في إشكاليات كثيرة جدا متعلقة بعملية الرقابة للشركات المتعددة الجنسيات العالمية، وذكرنا منها أمثلة كثيرة جدا، ولكن بالإضافة لها in addition to the control problems associated with the managing disparities to subsidiaries economically and politically diverse environments, MNCs also encounter
suffer other specific control problems. بالإضافة للإشكاليات التي ذكرناها فيما يتعلق بالجانب السياسي والجانب الاقتصادي في بيئات diverse، في بيئات متنوعة الثقافات، نجد أنه أيضا هذه الشركات تواجه صعوبات أخرى تتمثل في the language and cultural differences، اختلافات اللغة والثقافات. دي برضو بتشكل لنا إشكالية في عملية الكنترول. The geographical distance between the headquarters and subsidiaries، كل ما زادت المسافات الجغرافية كل ما أصبحت وسائل الرقابة فيها صعوبة. The legal differences، الاختلافات القانونية ما بين الشركات التي يقوم فيها الاستثمار والشركات العالمية المقرات الرئيسية لها. دي واحدة من إشكاليات تخلق اختلافات في عمليات الكنترول. The security issues، الموضوعات الأمنية. Interfering business in transactions، اللي هي العمليات اللي بتتم ما بين الوحدات الأعمال الداخلية المختلفة في transfer pricing اللي هو التسعير التحويلية وهكذا. The currency exchange rate fluctuation، اللي هو تذبذب بالنسبة لسعر الصرف. الاختلافات دي بتعمل لنا إشكالية في عملية الكنترول وعملية الرقابة بشكل كبير جدا. نجي نشوف كل واحدة من ديل بالتفصيل. The language and cultural differences. Diversity in language and culture among various foreign operations is source of many difficulties MNC's headquarters encountered. دي واحدة من الإشكاليات الكبيرة جدا اللي بتواجهها المؤسسات الشركات العابرة القارات ومتعددة الجنسيات، اللي هو التنوع اللغات والثقافات داخل المؤسسة. Some of the problems can be reduced by assigning expatriates who are acculturated at headquarters to key managerial positions in subsidiaries and identifying local managers who are proficient in the language of the headquarters. فدي واحدة من الحياة اللي ممكن يتم تخفيضها، انه يعينوا اشخاص وافدين يعني ليسوا بالمواطنين نفسهم expatriates، ولكن هو كالشريت ات هوار كوارترز، لكن يعني عندهم تقارب ثقافي مع المركز الرئيسي حتى انه يديروا هذه المؤسسات الفرعية، فبالتالي يكون عندهم نفس اللغة بتاعت الهيد كوارترز وعندهم قريب الكالشر بتاعتهم، وفي نفس الوقت هم اكسباتريتس. تيبيكالي however most staff at headquarters have limited or no foreign language skills and the language problems remain real. ونجد احنا معظم انه الستاف في الهيد كوارترز في مراكز الرئيسية قد يكون عنده مهارات ضعيفة في اللغة، او ليست لديه مهارة لغة اجنبية اخرى، فدي بتظل حقيقة ماسلة. The result is that communication between much of headquarters staff and the foreign subsidiaries is limited to contact with those subsidiaries employment who can speak the language of the headquarters. ودي واحدة من الإشكاليات اللي هي بتخلق إشكالية في عملية التواصل الكوميونيكيشن ما بين المركز الرئيسي، ما بين الموظفين في المركز الرئيسي وما بين الموظفين في الشركة الفرعية، بتعمل إشكالية كبيرة جدا وبتنعكس على عملية الكنترول أو الرقابة. جيوغرافيك ديستانس، التباعد الجغرافي. Telecommunication technologies and improvement in transformation facilities have greatly aided the expansion of MEC operations. بنلقى انه طبعا يا جماعة عمليات التقدم التقني من حيث الاتصالات، سهولة الاتصالات، تحسن وسائل النقل مختلفة، دي ساعدت في انتشار الشركات العالمية بشكل كبير جدا. The fast geographical distance between the MEC subsidiaries however both control problems that even today's modern communication and ease to travel have not been able to fully overcome. بالرغم من هذه الإمكانيات والوسائل الاتصالات الحديثة وسهولة الاتصال، إنه إلا إنه لم يتم علاج مشاكل المراقبة والرقابة بشكل كبير جدا. Nothing can substitute to face-to-face communication and personal visits. فبالتالي نجد انه يمكن الاتصال الهاتفي مع البعد والفاكس وغيره، ولكن ليس هنالك بديل جيد للفيس تو فيس كوميونيكيشن، الاتصالات المباشره، الزيارات الشخصيه. The written communication, telephone calls and voice and computer messages are not the same as personal visits. ولا يمكن انه نقارن الاتصالات الهاتفيه والاتصالات عبر الايميلات والرسائل الايميل الرسائل المكتوبة يمكن يعني نماثلها بالبيرسونال فيزيت، بالزيارات الشخصية.
often to travel from headquarters and visit foreign subsidiaries take at least couple of days and much advanced preparation. وحتى انه ذاته بالنسبه لنا ترتيب الزيارات من الاستاف من المركز الرئيسي للشركات الفرعيه ده بيحتاج انه يتم التنسيق له والترتيب به في عدد لعدد من الايام بشكل مستقبلي. طيب legal difference الاختلافات القانونيه. The Northern legal procedures are central to the concept of graduation control. طبعا دي واحدة من الإجراءات الأساسية لعملية الضبط المؤسسي والرقابي في المؤسسة. The control of business firm depends on the legal institutions and practices of the host country. فبنلقى إنه معظم الأعمال بتحتكم للمؤسسات العدلية الموجودة في البلد المعني المقام فيه الاستثمارات. The practices that are legally are accepted or rejected in one country are not necessarily honored by the others. وبنلقى إنه معظم الممارسات من ناحية قانونية التي تم قبولها أو تم رفضها في أي بلد ما يعني لا تجد الاحترام من الطرف الآخر. So the MNC's control of foreign subsidiaries can take place only within the confine of the legally accepted business norm of host countries. فبالتالي الشركات العالمية لا يمكن أنها تفرض قوانين الدول التي توجد فيها على الدول المستضيفة. فالcontrol of foreign subsidies can take place only. فالعمليات الرقابة على الشركات الفرعية يمكن أن تجد لها قدم عندما تكون في الحدود المقبولة قانونيا في البلد وفق قانون البلد اللي يتم فيه الاستثمار. In effect, the host country's legal system may place limitation on the control that headquarters can exercise. ولكن قد نجد انه البلد التي يتم فيها البزنس نفسه عندها حدود يعني تضع حدود على عملية الرقابة يعني بتختلف من الممارسات السائدة في الشركات الأم. نجي نشوف الـ security issues. Most nations have benefited from globalization. However, increased international trade, information explosion, including the use of internet, and increased immigration have also made it easier for the varied group to engage in tourism. واحدة من الإشكاليات اللي هي الأوضاع الأمنية. معظم الشعوب قد استفادت من عملية العولمة حيث استادت التجارة العالمية انتشرت المعلومات من خلال استخدام الانترنت. أيضا زيادة الهجرة وسهلت أنه معظم الأفراد يتداخلوا في بعضهم البعض to engage in tourism يعني وأصبح سهل جدا أنه واحدة من الإشكاليات اللي هي نشأت من عمليات الإميجريشن الهجرات المختلفة نشأت بعض الإشكاليات المتعلقة بموضوع الإرهاب. Terrorism at various affects international business and poses serious questions regarding control of MNC operation. For long term or time, developing countries had certain concern of the loss of control to MNCs. فعمليات الإرهاب دي واحدة من العمليات اللي أثرت على الانترناشونال بزنس الأعمال الدولية بشكل جديد وفرضت بعض الأسئلة فيما يتعلق بعملية الرقابة على هذه أنشطة هذه الشركات فيما يتعلق بالتحويلات المالية وأنشطتها وهكذا لوقت كبير جدا يعني مما يعني أفقد يعني for long time developing countries الدول المتقدمة أو الدول العالم الأول عندها certain concern يعني عندها اهتمامات كبيرة جدا بعملية إنها تحاول إنها تسيطر وتراقب هذه الشركات بشكل كبير جدا. Inter-firm business in transactions. Firm can use various strategies for entering into foreign markets, including supports, contractual agreements, and tariff investments. أي مؤسسة عايزة عندها استراتيجيات مختلفة عشان تدخل بها الأسواق الأجنبية من خلال عمليات الصادر، من خلال الاتفاقيات التعاقدية، من خلال الاستثمار المباشر في الدولة المعنية. Within this context, therefore, MNCs could be viewed as network of resources. Products and components, capital, technology, and knowledge and personnel flow across national borders among business units controlled by the headquarters. فمن خلال هذا السياق يمكن إنه ننظر للشركات العالمية المتعددة الجنسيات إنها هي عبارة عن شبكة من الموارد
من المنتجات، من المكونات، من الرسامين، من التقنيات، من المعارف، من الأفراد، اللي بيحصل تدفق ما بين الحدود المختلفة للدول من خلال وحدات الأعمال التي يتم التحكم بها من خلال المراكز الرئيسية. من خلال هذه الشبكة، in this network resources flow from the NC's headquarter located in the home country to subsidiaries in foreign countries. Additionally, there are inter-subsidiaries business transactions between them and the headquarters that are controlled by the headquarters. الانترفير بزنس ترانزاكشن اللي هي الاعمال الداخليه اللي بتتم بين وحدات الاعمال في الشركات الفرعيه نفسها. فبالتالي بنلقى انه تدفق الموارد زي ما قلنا بيتم من المركز الرئيسي للمؤسسات الفرعيه او الشركات الفرعيه التابعه لها في الدول الاجنبيه، واحيانا بيكون في انتر سبسيدري بزنس ترانزاكشن، بيكون في اعمال بتتم ما بين هذه المؤسسات ما بينها والبعض، وبالتالي بتحتاج انه يتم الرقابه عليها حتى من الشركه الام. فدي شكل الانترا فيرم ريسورس فلو، واحده من الاشكال، لانه انه ريسورس انفلو بيتم التدفق من الشركات العالميه الى 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 المالتي ناشونال كمبانيز للسبسيدرز. نجي نشوف بعض الاذرز فاكتورز، عناصر اخرى. The patterns of resource allocation and the amount of control exerted by the headquarters is determined by many factors. عملية تخصيص الموارد ومدى يعني تحديد عمليات الرقابة، ده في عناصر كثيرة أخرى أيضا يمكن إنها تؤثر وتحدد. Among them are the importance of subsidiaries to the MNCs and the recurring relationship between the subsidiary and the host agreement. واحدة يعني الحاجات دي مدى أهمية الشركة الفرعية بالنسبة للشركة الأم نفسها. Subsidiaries for example may be given more decision making authority if it has to establish certain links with the local community and to do requires more autonomy. فأحيانا إذا وجدنا إنه الشركة الفرعية دي بتحتاج إنه يعني مزيد من السلطات حتى يمكن أن تتخذ قرارات اللازمة، نتيجة لأنه تحتاج إلى عمل علاقات وارتباط مع المجتمع المحلي، فبالتالي بتحتاج مزيد من التفويض ومزيد من الاستغلالية. فalso the headquarters confidence in the manager of subsidiary determines the amount of central control exercised over them. ودي واحدة من العناصر الأساسية اللي بتحدد مدى الشكل الرقابة، اللي هو مدى ثقة الإدارة العليا في الشركات الفرعية في المدراء هذه المؤسسات ومدى تمتعهم بالكفاءة اللازمة، وبالتالي ما بيحتاجوا لقدر كبير من الكنترول يعني over them يعني يمارس عليهم. The ownership and host government involvement in discussion control concern of multinational corporation two separate but interrelated issues stand out. في مناقشتنا لعملية الرقابة فيما يتعلق بالمالتيناشونال كوربوريشن، مؤسسات المالتيناشونال، في عنصرين منفصلين ولكن هم مرتبطين مع بعضهم البعض. The first one is the control of organization performance is just discussed، اللي هو واحد منهم كيفية رقابة الأداء المؤسسي بالنسبة للشركات دي واحد منهم. It deals with the activities and operation of the enterprise and provide information ensuring that the corporate plans have been accomplished. فبالتالي نحن من خلال عمليات الرقابة بنطمئن انه الانشطة والعمليات التشغيلية من خلال المعلومات اللي تحصلنا عليها دي بتؤمن لنا انه الخطط بتاعت الكوربريت هي تم تنفيذها بشكل جيد. Accomplished. Typically it is a control of organizational performance that come to mind when discussing the subject of control. The second issue is a legal and ownership control. الشقة الثانية اللي هما يتعلق بالشقة القانونية أو الشقة الملكية وكيفية الرقابة بتاعت الملكية اللي that deals with the business government relationship and participation of host country. اللي هي ما يتعلق ببعض الشركات التي تكون لديها يعني فيها نسب من المكون الوطني أو الحكومي يدخل في شراكة مع شركات مع شركات المتعددة الجنسيات. So the legal and ownership issue of control are even more challenging and complex than those involving corporate strategies. فدي واحدة من الإشكاليات اللي هم في شركات عالمية، ولكن يكون هنالك بعض الحكومات لديها أسهم مشتركة مع هذه الشركات. The financial investment decision. The most
prevalent demand by host government is for financial participation in foreign subsidies. دي واحدة من المطلوبات الأساسية بالنسبة للشركات إن يكون عندها مشاركة، الحكومات تكون عندها مشاركة في مالية في 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 هذه الشركات الفرعية. Particularly in Asia and South America, host government pressure MNCs to share equity ownership of the subsidies with domestic investor or host government agencies. فبنلقى انه في عديد من الدول الاسيوية او في جنوب امريكا الجنوبية الحكومات بتفرض على هذه الشركات العالمية انها تشارك بعض من الملكية بتاعتها مع بعض المستثمرين المحليين او مع بعض الشركات الحكومية. Under the pressure some NCs succumb to these demands. وبنلقى يعني تحت هذا الضغط يعني بعض الشركات المالتي ناشونال كومبانيز بتخضع للطلبات دي، يعني سكم تو ذيس ديمانس، يعني بعضها تحت الضغط بتخضع انه تخصص جزء من الملكيه بتاعتها. وموست ام سيز دو نوت سترونجلي اوبجكت تو مينوريتي ايكويتي باي لوكالز، ولكن معظمها ما بيرضوا انه الشركات العالميه انها يكون عندها النصيب الاكبر. يعني الشركات العالميه مثلا تكون 51% والشركات المستثمر المحلي يكون 49% او يكون 60 40 وهكذا. فبالتالي الغلبه لازم تكون للام ان سيز. ده السايد. In fact, sharing ownership with host country investors is an effective protection against host government policy decisions that could adversely affect the MNC operations. طبعا واحدة من الفوائد يا جماعة انك تكون عندك شريك مستثمر محلي، دي ايضا واحدة من العوامل الفعالة جدا اللي بتشكل لك عملية بتاعت protection، تعمل لك حماية ضد السياسات والقرارات المحلية او الحكومية بشكل كبير جدا، واللي بتعيق الاعمال بتاعتها. ما يتعلق بالبزنس ديزيشنز، نلقى انه الهوست جوفرمنت انترفير ويز بزنس ديزيشن باي استابليشينج سيتنج بيرفورمانس كرايتيريا فور فورين سبسيديريز. واحده من العناصر اللي بتاثر لنا بشكل كبير انه الشركات الحكومات المستضيفه للاستثمار دي بتتدخل في قرارات البزنس من خلال انها بتضع احيانا بعض المعايير بتاعت الاداء. These criteria include the local components requirement, market share limits, time products and export quotas. يعني بتفرض عليهم ان يكون عندهم ماركت شير محدد، حصه سوقيه محدده، مكون محلي، عمليات التصدير محدد. The local components requirement involves the demand of many host governments that products sold by the MNC in the host markets incorporate locally produced components for raw materials. المكونات المحليه بتتطلب انه يكون في involve في طلب ال طلب من الحكومة المستضيفة نفسها انه المنتجات دي تباع في بعض المنتجات اللي بتقوم بتنتجها هذه الشركات العالمية انها تباع في السوق المحلي. ومثال for instance there is a requirement on foreign direct investment imposed by the Indian government that foreign firm single brand retailers have to order 30% of parts components to local Indian suppliers. انه في الهند كان انه فرضوا على المطلوبات للاستثمار الاجنبي بواسطه الحكومه المحليه انه الشركات الاجنبيه يجب انه تطلب 30% من المكونات من السوق المحلي من الموردين المحليه. The aim is to increase the MNC contribution to local economy and employment and reduce hard currency spending. فبالتالي انه اذا كان انت منتجك ده 70% 100% بيشترطوا عليه انه 30% يشتروه من السوق المحلي ومن الموردين المحليين، وبالتالي ديل بيكونوا ساهموا بشكل غير مباشر في الاقتصاد المحلي، بيساهموا في عمليات العمالة والتوظيف لانه بيكون في محتاجين لعمال للانتاج، بيخفضوا عملية بتاعت انفاق للعملة الصعبة، يعني ما بيحتاجوا لعملية بتاعت فورين كرنسي عشان يستوردوا بيها 100%، بكونوا وفروا 30% من النقد الأجنبي. دي واحدة من السياسات اللي بيتبعوها. فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالهيومن ريسورس مانجمنت، إدارة الموارد البشرية، معظم الهوست جوفرمنتس الحكومات دي ديزاير تو انكريز ذا امبلويمنت سكيلز اند نوليدج اوف ذير بيبل از مانيفيستد ان سفرال ويز، بتحاول انه
يعني تزيد من العمالة بتاعتها، تزيد من المهارة، تزيد من المعارف بتاعت الأفراد بتاعينها. فبالتالي the host government may demand that host nationals be appointed to top managerial position with local subsidiary operations. فأحيانا بتطلب من الشركات دي إنها تعين أفراد من المواطنين في مواقع إدارية في الشركات الفرعية. Compliance with this demand makes the control of local operation more difficult. طبعا الاستجابة للتماشي مع هذا الطلب بيبقى عملية الرقابة والتحكم في العمليات المحلية بيبقى صعوبة. Especially where trust and competence become issues. بالذات لأنه بترتبط بعملية الثقة وعملية الكفاءة. فإذا كان العامل نفسه غير كفو أو الثقة قليلة فيبقى عملية الرقابة بتبقى صعبة. So the MNCs become more cautious and increase headquarters control when they are forced to appoint host nationals as the head of foreign subsidy. عشان كده معظم الشركات العالمية دي بتكون متشككة وبتكون حذرة جدا وبتزيد عمليات الرقابة عندما تفرض عليهم هذا الشرط، عندما يحتاج انه الشركات المحلية الفرعية يشترط عليها انه يجب انها تعين مواطنين محليين. هنا الشركات العالمية بتضطر انها to increase the control، إنها تزيد من القبضة بتاعت الرقابة بتاعتها بشكل كبير. Most MCC grant more decision-making authority to expert managers than to host nationals, and having home country national as the head of foreign subsidy is perceived to reduce the need for other means of control. فبنلقى بالتالي الشركات مدراء الجنسيات دي عادة ما تفوض السلطات بتاعتها بالنسبة للمدراء اللي هو الأجانب أكثر من المواطنين نفسهم. فبالتالي بتقلل من الاحتياج لعملية الرقابة والجهد الرقابي. The ownership and control of foreign affiliates besides the nature of decisions، يعني ما يتعلق أيضا للجوانب الأخرى ذكرناها، جوانب البيزنس ديشن، جوانب الـ HR وجوانب الملكية، في other factors، في عوامل أخرى بتأثر لنا في عملية centralization of decision making، يعني مركزية صنع القرار في الـ headquarters، وبتقللنا في الـ reduce of autonomy of affiliate. We have already referred to the few of these factors including the skills, experience of managers and their nationality. يعني كل ما زادت المهارة، كل ما زادت الخبرات بالنسبة للمانجرز بالإضافة للجنسية بتاعتهم، بالتالي بتقل الحوجة لعملية شنو المركزية بتاعت القرار وبيعطوهم مزيد من التفويض. هنالك other factors the size and the degree of internationalizations، اللي هي الدرجة بتاعت العولمة نفسها للشركة نفسها، هي متوسعة بشكل كبير ولا بشكل متوسط ولا أقل. The type of product produced by subsidiaries, the market that affiliate serves, and the site of equity owned by the others. العوامل الأخرى اللي هي طبيعة المنتجات التي يتم إنتاجها، طبيعة الأسواق التي تعمل فيها هذه المؤسسات، وحتى الشير حجم المقاس أو الـ equity size of equity، عدد الأسهم أو الملكية التي يمتلكها تمتلكها الحكومة عبر شركاتها أو يمتلكها المستثمرين المحليين في هذه الشركات. دي كلها عناصر بتأثر لنا في عملية الـ control أو الرقابة. كده يمكن وصلنا لنهاية هذه المحاضرة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون وصل لكم الشرح بشكل وافي، وإن أن نلتقي معكم في المحاضرة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.